فاول نقطه بغي ندوي بها وغادي ندوي بطبيعه الحال بالصور هو بغيت نجبد هاد السيد هذا. تحيه لهاد السيد، يعني في الندوه الصحفيه اللي كان دار بطبيعه الحال ما تندوش عن الندوه ديال المقابله من الندوه ديال قبل من المقابله، فعطى عطى الخلاصات كاملين تقريبا ديال الماتش ديال كوناكري وديال كيفاش انتصرنا عليهم، يعني التحليل في المستوى العالي. غادي ان شاء الله نسمعوه بصراحه ونتفاعلوا معاه، ماشي مشكل، نحاولوا اننا نتفاعلوا معاه. سمع المقابله جوله ثالثه في رابطه الابطال بعد انتصار اول ثم انتصار ثاني، كان مفروض علينا اليوم الانتصار ولا غير الانتصار باش ندعموا لي دو فيكتوار الاولين و 6 بوان اخذناهم. شفنا اللي كانوا الروح اللي هبطوا بها اللاعبين من لونتان من الدخله الاولانيه، حابين باش ناخذوا الاسبقيه في الاوقات القويه. طريقه باش نزلوا اللاعبيه الملاعبيه في لونتان باش تعرفوها، غاتيدو على الدوزيام ميطا، يعني الدوزيام ميطون خلنا عازمين باش نماركيو، ضروري خصنا نماركيو. طبيعة الحال تيدوي على لونتام، لونتام كاين فيه الدخله ديال الماتش، البديه ديال الماتش في الاول، وكذلك البديه تاع الدوزيام ميطا. تيدوي هنا على لونتام ديال البريمير ميطا، ولا غيجي واحد الوقيته غيدوي على لونتام تاع الدوزيام ميطا. يعني هذيك الطريقه باش كتدخل لادفيرسير ديالك، كتدخل دير عليه واحد الضغط كبير باش كدوخ. تمكناش باش نسجلوا هدف في اخر الشوط الاولاني بالبيرسيفيرونس بالمداومه، اللاعبين واصلوا في نفس النسق الحمد لله. راه كيقول شي حوايج اللي هو خدام عليهم في لونطينمون، تيقول لك لا بيرسيفيرونس والمداومه. بطبيعه الحال لا بيرسيفيرونس هي المثابره، هي الاجتهاد، والمداومه هي واحد المجموعه ديال لي زاكسيون اللي كيبقاو يتعاودوا. الناس خادمين مسائل في لونطينمون تيقول لهم ها منين دوز، ها الحلول، ها كيفاش تلعب، ها لين دو، واش تلعبوا من الكولوار ولا سميتو انت تقلبوها للكولوار كوش، انت كذا، انت دوزوا من لاكس، هادو كلهم طرق تيوان، ولكن كيخصهم المداومه. وحنا بعض المرات كنترجعوا في الكوره تيبان لنا كتقول هاد الناس واش معياوش، ونفس العمليه كيبقى يعاودوا فيها. راه واخا يكونوا مكلخين هادوك الادفيرسير غادي يعيقوا بهم، راه يسدوا عليهم، ولكن لا، راه المداومه راه ولات لغه ديال الكره العصريه. واللي كيتفرج في بارسا اللعب ديالها كله مداومه، حيت كنشقم انا هاد الكلمه ديال المداومه اللي كيقول دابا مندير. بارسا اللعب ديالها كله مداومه، شنو هي المداومه؟ او في كتبان المداومه كتبان في لي باس. دابا كتلقى مثلا جافي واقف هنا، وكتلقى مثلا بيدري واقف هنا، وكتلقى مثلا بوسكيت واقف هنا. بيدري كيعطى لبوسكيت، بوسكيت كيعطيها لجافي، جافي كيعطي هذاك المثلث، هذاك كيعطيها لاخو، كيضي لاخو، كيضي لي عاود كيضي لي، كيديروها ثلاثه اربعه المرات. اش كيوقع؟ اللي كيوقع هو انه هذاك الدفاع ديال الخصم او دوك اللاعبين ديال الخصم كيسهاو، تيقولوا هادو غيبقاو يدوروا بلاصتهم هما، راه الخدمه كتولى ورا ظهرهم. الخدمه راه ماشي عند داك الثلاثي، داك الثلاثي خدمته هو انه كيدور الكره بما يتفتحوا لي كولوار، اللي كيتفتحوا لي كولوار هادوك اللي كيكونوا في لاطاك، داك سميتو داك البولوني اللي عندهم لافا سنتر، وعندهم هذاك سميتو الفرنسي اللي كيلعب في اليمن، وعندهم هادو كيكونوا تيخدموا تيديروا لي زابيل دو، داك البرازيلي اللي عندهم هادو كلهم راه كيديروا لي زابيل دو بال. وهذه هي الخدمه ديال بارسا، وهذه هي الخدمه المداومه، كنقطع كنداوم لي باس ولي تريونغل بين، ولكن واحد راه كيدوز كيدير لابيل دو بال، ملي كيغفل لادفيرسير كيبقى كيشوف فيا انا كندوز الباسات، كندوز باس بين جوج، وها هو مشى صاحبي هو والكول، اولا مشى غيدير سونتاج على اليمين، اولا غيمشي على اليسار ويدير سونتاج عاوتاني لاكس لعند ليفاندوفسكي. مي سي سا الكره، الكره هي المداومه، خاصك دير المداومه باش ترهق لادفيرسير ديالك، وباش تعييه، وباش تخليه يخرج من التركيز ديالو.